مرحبا أحبابي، هيدا الفيديو كمان بيتعلق بالدرس الأول. من بعد ما تعلمنا على إيدي اليمين كيف أعزف بأصابيعي بالطريقة الأكاديمية، هلأ رح نتعلم كيف حفظ أصابيعي بإيدي الشمال بالطريقة الأكاديمية، كل إصبع ياخد مكانه المناسب بالجيتار، والتكنيك اللي هو كتير بيساعدني لكل النوتات والنقلات اللي وقت ما أشوفها صير أعزفها مباشر. ومن بعد هيدا التمرين ساعتها رح ننتقل سوا، رح احط لكم يا بقلب الوصف اللينك او الرابط اللي بخليني ساعتها نصير اعزف واقرا النوطه مع بعض. ولكن قبل ما بلش اقرا النوطه المفروض كتير نعمل هيدا التمرين، وهيدا التمرين رح يضل نتابعه على طول بطرق مختلفه اللي هي بسرعات مختلفه. لازم اعرف شيء كتير مهم بخصوص هيدا الاصبع بايد الشمال للجيتار. في اشخاص كتير بيعملوه هيك، هيدا شيء غلط. هلا بالجيتار الكتريك عادة زند الجيتار بيكون كتير رفيع، بيعملوه هيك كرمال مسكة اكور معينة بيلعبوها، بينما بالطريقة الأكاديمية وخصوصا كلاسيكال جيتار أو الأكوستيك أو الجيتار اللي إيده عريضة يفضل إنه الإصبع بيكون هيك حتى الإيد تطال، لأن لو عملت هيك كيف بده يطال إصبعي بينما إيدي عم بتطال بكل رياحة. أول تمرين اللي هو بين الإصبع الأول والثاني، هيدا الإصبع الأول بده يكون قبل هيدي الحديدة، عندي هون الخانات واحد الاثنين الخانة الثالثة والرابعة، هون عندي الأصابع واحد اثنين ثلاثة أربعة، هيدا الإصبع بده يكون هون طريقة جالسة وإيدي هيك مفتوحة بالراحة وكتير مرخية. الإصبع أول شي رح أعمل بلش بالأصابع، مرن بين إيدي الأول والثاني، بده يكون اصبعي مطعوش بهيدي الطريقه المفصل براس اصبعي قبل الحديده. بلش بالتمرين بين الاصبع الاول والثاني بكامل الاوتار. هيدا التمرين وقت أعمله بكل تمرين بدي عير التايمر على 4 دقايق، ما بيقل عن ال4 دقايق، لأنه الإنسان بطبيعته دغري بمل لما يكون عم يتمرن وبيعملها مرة مرتين بيعتبر حاله أنه اشتغل صح. لا، يفضل أنه يكون حتى تايمر، لأنه بصير التايمر الوقت بيجبرني كأنه معي أستاذ وعم يفرض علي أنه دلني عيد هيدا التمرين. من بعد ما انتهي بين الأصبع الأول والثاني رح بلش اشتغل بين الاصبع الاول والثالث، وايدي على طول بهيدي الطريقه مفتوحه بالراحه. بعد ما خلصت كمان بكون معايري 4 دقايق، بدي أعطي التمرين بين الأصبع الثاني والرابع. بعد ما خلصت بين الثاني والثالث رح اعطي هلا الاصبع بين الاول والرابع، ايدي بتكون بهي الطريقه وبتطلع وبتنزل هيك، اصابيع ما بدهم يحركوا، هيدول ما لهم علاقه انهم يحركوا.
خلصت بيصير عندي تمرين بين هيدول الاصبعين الثالث والرابع اللي هن عادة فيهم صعوبة بالإيد، معلقين بزيت الوتر بالإيد بيعطوني فيهم صعوبة، بدنا نعطيهم شوية تمرين أكتر. خلصت من كامل الأصابع تمريناتهم يومية، بدي أعير هون قلنا 4 دقايق، أكيد من بعد ما بخلص بقوة الأصابع فيني أرجع كمان 4 دقايق جداد لكل واحد بوحده من كل تمرين تمريناته. بعدين لما صير كتير منيحة أكيد مفروض أني صير كل كذا يوم كون عم زيد السرعة. يعني كمان طبعا في عندي كمان تمرين هون لهيدا الاصبع الثالث لحتى يضب لي ايدي كلها هيك. ليه عملنا الثالث ما عملنا الاول؟ الاول ان عملته في ناس بتصير تعمل ايدها هيك، هيدا الشيء كثير غلط. او اذا عملت بالرابع كمان ذات الشيء في ناس حتعمل ايدها هيك، بينما هيدا بضب لي ايدي كلها. وما تنسوا انه دائما لازم على راس الاصبع، هيدا شي غلط بيخنق بيصير الاوتار، خصوصا وقت ما بعدين بدي يصير العب الاكورات. فبينما الاصبع بدي يكون هيدا المفصل على طول طاعج يعني صح. اذا بيطلع شي يوم صوت او اذ بيكون هيدا الغلط من هيدا الايد هون بالاصابع بثبت اصبعي. وهيك من بعد ما بنتعلم هيدول التمرينات واصابيعي بيكونوا حفظوا النقلات بين كل اصبع واصبع، بصير انا هون جاهزه حتى بلش اتعلم على اسامي النوتات وبلش طبق كل نوته وين ما كانها، وبصير عندي سهوله كتير باي غنيه بدي بلش فيها هيك مبسطه او مبتدئه، بتكون ايدي صارت جاهزه دغري بتقرا النوته مباشره وبدق، لانه ما في داعي بقى ايدي ديجا اخذه هي التكنيك، صارت ماخذه التمرين بقى. هيدا الشيء بيكون سهل علي كثير وقت ما بدي بلش بالنوت. وان شاء الله تكونوا استفدتوا، واكيد ان شاء الله رح احضر لكم كثير للمزيد من التمرينات اللي بتفيدكم. شكرا.